هو في الحقيقة خبر مهم جدا. الأهلي يناقش تعديلات الدوري ومواعيد الكأس في اجتماع الخميس. البعض مترقب ومنتظر لموقف النادي الأهلي، وكان البعض كمان مستغرب إن النادي الأهلي الفترة اللي فاتت ما طلعش بيان بموقفه إنك هتلعب مباراة بيراميدز يوم 28 في الكأس ولا لأ. فبالتالي النادي الأهلي لما طلع اتكلم أو طلع بيان يوم الخميس اللي فات على ما أعتقد، قال إن أنا مش هطلع قرار أو مش هبين موقفي، خصوصا بعد ما إن مفيش أي حاجة جات لي رسمية من قبل اتحاد كرة القدم. بالتالي بالأمس تقريبا وصل جواب رسمي من قبل اتحاد الكرة بمواعيد الجديدة لبطولة الدوري وأيضا لمواعيد كأس مصر. الميعاد اللي وصل للنادي الأهلي إن يوم 28 الجاري هيكون مباراة الكأس ما بين الأهلي وبيراميدز. احنا عارفين كلنا إن هي كانت مباراة الدوري وبيراميدز، وحقهم ان هم يشوفوا مصلحتهم. قالوا لا، احنا عايزين الاهلي يلعب مؤجلاته الاول اللي هي بتتمثل في مباراه الزمالك، وبالتالي احنا نلعب بعد يوم 30 اللي هو موعد مباراه الاهلي والزمالك من ضمن المؤجلات للدور الاول. فبالتالي اتحاد الكره وافق، وكان في اقتراحات من قبل مسؤولين خارج اتحاد الكره، هم اللي اقترحوا ان يكون بدل ما تبقى مباراه دوري ما بين الاهلي وبيراميدز تكون مباراه كاس. لكن في النهايه، عشان انا مش عاوز في الموضوع ده بشكل كبير، عشان ده قرار نادي وقرار مجلس إدارة، هم أدرى بشكل كبير جدا من مصلحة النادي الأهلي. مش عايز ألمح للقرار إطلاقا هيكون إيه، ومش عايز أقول توقعاتي حتى لو أنا عندي معلومات مش عايز أقولها، لأن في الأول وفي الآخر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي هو اللي هيكون أدرى بمصلحة النادي، وهو اللي هيتخذ القرار المناسب والأنسب بالنسبة للنادي الأهلي. فبالتالي إن شاء الله يوم الخميس هيكون اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي علشان يقرروا القرار النهائي بشأن هذه الجزئية وبتحديد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر. طيب، من ضمن أيضا الأخبار المهمة جدا اللي معانا، الأهلي بيسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري الممتاز، 6 انتصارات متتالية، ودي حاجة كويسة جدا بالنسبة لجهاز فني جديد بقيادة مستر مارتين لاسارتي وجهازه المعاون، وأيضا كمان الفريق واللاعبين في ظل التوليفة الجديدة اللي عاملها النادي الأهلي بالتحديد في شهر يناير. فبالتالي في مباراة غاية في الأهمية غدا، ومباراة كرويا رخمة جدا أمام فريق الداخلية في بطولة الدوري، وإحنا كنا لسه لاعبينه من شهر تقريبا، والمباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 على ما أتذكر. في مباراة كانت صعبة، ودايما مباريات الأهلي والداخلية بتبقى مباريات صعبة، يعني احنا دايما متعودين على كده، وفي ظل كمان تواجد مدرب جيد ومحترم جدا كابتن علاء عبد العال المدير الفني للداخلية. فبالتالي النهاردة كان المران الأخير بالنسبة للفريق، واللي من خلاله أعلن مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن القائمة اللي هتكون معاه في هذه المباراة. خليني اقول لحضراتكم، هي طبعا مباراه في الاسبوع 23، موضوع الاسابيع ده مش فارق خلاص، لان احنا ما بقيناش عارفين احنا في الاسبوع الكام، واحنا مضطرين لكده للاسف، لان الظروف احنا بنمر بيها كلنا واتحاد الكره بيمر بيها، ضغط المباريات، توالي البطولات، تلاحم المواسم، فدي كلها امور غصب عن الناس كلها في الحقيقه يعني. لكن القائمه اللي اختارها مستر مارتين لاسارتي بتتمثل في كل من شريف اكرامي ومحمد الشناوي اللي اعتقد بقى جاهز للمشاركه، حتى لو هو مش جاهز عندنا حارس كبير جدا زي شريف اكرامي، وايضا معاهم علي لطفي في خط الدفاع، كل من محمد هاني المتالق في الحقيقه، سعد سمير، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول. في نص الملعب اختار مستر مارتين لاسارتي هشام محمد، عمرو السولية الممتاز الفتره الاخيره، حمدي فتحي، كريم ندفد، ناصر ماهر، صلاح محسن، واحمد الشيخ وحسين الشحات، صح محسن طبعا في خط الهجوم، احمد الشيخ وحسين الشحات ومروان محسن العائد من الاصابه، واحمد حمودي جونيور اجاييه وجيرالدو. دي القائمه اللي اختارها مستر مارتين لاسارتي لمباراه الداخليه غدا، وان شاء الله خطوه هتكون مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي في حاله فوزه بال3 نقاط نحو طبعا محاولته للوصول لقمه هذه البطوله. والمنافسة أعتقد أصبحت خلاص منحصرة ما بين الأهلي والزمالك، لأن بيراميدز النهاردة خسروا من الجونة في مباراة أكثر من رائعة تألق فيها أبناء النادي الأهلي في الحقيقة، سواء عايز أجيبهم من بداياتهم، كابتن حمادة صدقي، كابتن حسام غالي، كابتن حمادة صدقي طبعا مدير فني، كابتن حسام غالي مدير الكرة في فريق الجونة،
لاعبي النادي الاهلي في الملعب سواء محمود الجزار، اكرم توفيق، احمد حمدي اللي عمل مباراه اكثر من رائعه، احمد ياسر ريان اللي احرز هدف جيد جدا، الهدف الثاني بالتحديد، وكان احد طبعا نجوم النادي الاهلي السابقين، كمان محمد ناجي جده ضيع ضربه جزاء. فبالتالي اعتقد كده بيراميدز خلاص، يعني خلاص بقى ننسى، بعدوا عن الصوره شويه، لان الفرق مع الزمالك بالتحديد اصبح كبير، والاهلي في حاله فوز بالمباريات الفارق ما بينه وما بين بيراميدز يعني حوالي اربع مباريات، يعني الاهلي ثلاث اربع مباريات، الاهلي لو كسب، لا بعد مباراه النهارده كده اربع مباريات، الاهلي لو كسب هنوصل لفرق 12 اعتقد كمان نقطه. فبالتالي ان شاء الله نتمنى باذن الله ان الاهلي يكون موفق غدا ان شاء الله في هذه المباراه قبل مباراه الجونه الصعبه جدا اللي هتكون يوم 24 من الشهر الجاري.